مؤسسة لنموذج جديد في البحث في الأغنية الأمازيغية. علي فايق ليس فقط فنان مغني، أكثر منه باحث استغرق سنوات من البحث والتنقيب في الأغنية الأمازيغية، خصوصا الأغنية التي تعرف الأغنية القديمة التي تضمنها الأرشيف الفرنسي. إحياء هذا التراث يعتبر بمثابة توثيق الذاكرة، وأيضا ما تشتغل عليه اليونسكو اليوم في توثيق التراث اللامادي. نشكر علي فايق على هذا العمل، ونعتبره كما قلت عملا جديدا، خصوصا أنه استطاع أن يزاوج بشكل جميل ورائع بين الأصالة وبين هذا الجانب التراثي، خصوصا عندما نجد على مستوى اللباس نجد المجموعة الغنائية والمجموعة الروايس بكل أشكالها إلى جانبها المجموعة العصرية، ولكن في تناغم رائع. وهذا التوليف الجديد يعتبر علي فايق مجددا فيه. قمتنا علي فايق إيجايا ونزور بهرة القرن سنحت توبتي سكاسنايا يخدم فاشن بروش، يخدم في لاروشيرش في البحث، خصوصا التحيه حد كان رؤوس وتنسين مي حن سوال في قبور، نسوال في بودراع، نسوال في الحاج بالعيد، نسوال في سعيد، نسوال في مسن انشاد، ولكن علي يوي واحد عبوش تماسي يوي واحد ينار يوي واحد ديال العدد ينزور لا نحد حدا شي في الفرنسي باش التيتل ديال تخدم تتعاود تس غتكون مترتين على كي بانه جاي النوع من البحث حمس التراث الذاكره الغنائيه للمغرب، لانه تنسوس ولكن تقاتل المغرب تكتورات عالمي. العمل هذا الاسكان يكشم حماس التوثيق التراث اللامادي اللي تخدم اليونسكو. ارتيني عن كي بان العمل هذا خصه يكمل اليونسكو باش يكشم الباتريمون ليمانيتي. الاخر ارتيني يزد الفنانات وليستحق الوسام فماس كل توريات لسنه. أي زمان.